السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. اليوم ان شاء الله راني رجعت لكم وراني جبت لكم معايا وصفة اللي راح تكون طريقة التحضير تاعها سهلة، والحلوة تاع اليوم راح توالم بزاف خاصة حفلات التخرج والحفلات المدرسية اللي راح تكون هذا الصيف ان شاء الله. ومن هذا المنبر ان شاء الله نقول لكم ربي يوفق وينجح جميع التلاميذ والطلبة. اما فيما يخص وصفة اليوم اللي هي وصفة البابيون او الفراشة، لهذه الوصفة راح نحتاج العجين وراح نحتاج ايضا الحشو. بالنسبة للعجينة عندنا 375 غرام من الفرينة او 3 مقادير يكونوا معمرين بهذا الشكل. عندي ايضا 160 غرام من خليط سمن وزبدة، 80 غرام من الزبدة و60 غرام من السمن. عندي 40 غرام من السكر الناعم، 40 غرام من المايزينا او نشاء الذرة، القليل من الفانيلا او حوالي 15 غرام لانه راح نحتاج كميه للعجين وكميه ايضا للحشو، حبه بيض، وراح نحتاج ايضا القليل من المزهر. نجوز الان نشوفوا طريقه التحضير. راح نبدا بسم الله في طريقه التحضير، وفي الاول دائما راح نعاود نغربل المواد الجافه. هنا عندنا 3 اكواب من الفرينه، راح نضيف عليهم الكميه تاع السكر الناعم، يعني لاحظوا عندنا الملعقه الاولى وهذه الملعقه الثانيه. نفس الشيء بالنسبة لنشاء الذرة، زوج ملاعق. نضيف أيضا نصف الكمية من الفانيلا. عندنا أيضا رشة من الملح، ونغربلو كامل هذو النواشف مع بعض. نعاود فقط نخلط هذو المكونات مع بعض، نعمل حفرة في الوسط، نعمل الكمية تاع السمن والزبدة، نضيف عليهم أيضا واحد من بياض البيض، والصفار نحتفظوا به للحشو، ونضيف ايضا القليل من المزهر. هكذا نخلطوا كامل هذو المكونات في الوسط. نضيف كميه قليله فقط من الماء اللي يكون دافي، يعني ما تكثروش الماء بزاف لانه راه عندنا بياض البيض وعندنا ايضا المزهر. ونبقى نضيف في الماء تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه تكون يعني ما تكونش طريه بزاف وايضا ما تكونش متماسكه. هكذا حتى نطموا كامل العجين تاعنا، يعني العجينة ما راحش نعجنها. لاحظوا القوام اللي لازم تحصلوا عليه، يعني القوام تاعنا ما يكونش طري بزاف وايضا ما يكونش متماسك، لانه السمن دركا كي يبرد يزيد يتماسك شويه مع هذا القوام راح يكون مناسب. الان حنعاود نغطي على العجين تاعنا وراح نخلوها جانبا ترتاح على الاقل نصف ساعه. بالنسبه للحشو راح نحتاجوا 300 غرام من اللوز اللي هي 3 اكواب يكونوا معمرين بهذا الشكل. اللي ما عندوش اللوز يقدر يستعمل الكاوكاو اللي هو الفول السوداني. هنا عندي 300 غرام، وراح نضيف ايضا الكميه تاع السكر اللي هي 150 غرام. يعني لاحظوا الكميه شحال عندنا في الكوب، وكما تعودنا دائما نعاود نطحن الكميه تاع السكر باه نضمن ان السكر تاعنا يذوب في العقده، وايضا ما راحش نخليها تبات ولا تريح مده طويله. يعني لاحظوا الكميه كي نطحنوا السكر تاعنا 150 غرام، يعني النسبه تاعها في الكوب تكون شويه زايده على السكر كي يكون ماهوش مطحون. نضيف الان الكميه تاع السكر، ونضيف ايضا الكميه تاع الفانيلا اللي كانت باقيه. نخلط كامل هذو المقادير مع بعض. نضيفوا ايضا ملعقه من السمن اللي تكون صغيره حوالي 15 غرام. عندنا ايضا صفار البيض، وراح نبدا نضيف المزهر تدريجيا حتى نتحصلوا على عقده تكون متماسكه، يعني العقده تاعنا ما تكونش طريه بزاف. هكذا نخلطوا كامل المقادير في الوسط جيدا في الاول، من بعد نبدا نطم في الحشو تاعنا تدريجيا. غنلقاو الحشو تاعنا نطم، راح نبدا نعجن فيه حوالي 5 دقائق بهذه الطريقه. يعني كي تلقاو الحشو تاعكم يولي ما يلصقش في يدكم وما يلصقش ايضا في سطح العمل، هذاك القدر يكون كافي. لاحظوا القوام تاعو كيفاه يكون. الان راح نعاود نغطيه وراح نخليه يرتاح حوالي 20 دقيقه ان شاء الله، من بعد نكملوا بقيه المراحل. هنا العجين تاعنا راهو ارتاح، وراح ناخذ كميه فقط من العجين. يعني لاحظوا القوام نتاعو كيفاش يكون متماسك. نعاود فقط نطري العجين تاعنا بهذا الشكل، يعني فقط السمن راهو برد هكذا، يعني ما نعجنهاش، فقط راني نطم في العجين هكذا. لاحظوا القوام تاعها كيف يعاود يرجع طري. ندير رشه خفيفه فقط تاع الفرينه، ونبدا نفتح في العجين تاعنا. نزيد نفتحها شويه فقط، يعني العجين تاعنا ما نديروهش رقيق بزاف هكذا. هذا القدر هكذا راهو كافي. ننزع في الاول الزائد،
ونطوه بهذا الشكل. يعني العجين تاعنا ما نعدوش نعجنوه. لاحظوا معنا ايضا القوام تاع الحشو كيف لازم يكون متماسك، يعني الحشو تاعكم ما يكونش طري. وايضا بالنسبه للوز لازم تطحنوا اللوز رقيقه مليح، يعني اللوز تاعكم ما تخلوش خشين. هكذا الان احنا نخدموا على شكل حربوش. هنا اللوز تاعنا راني خدمته على شكل حربوش، راح نحطوه في هذه المنطقه، ننزعوا فقط الزائد تاع العجين. وراح نبدا ندور في العجين تاعنا على الحشو، يعني لازم نلصقوا مليح العجين مع الحشو هكذا. هنا رانا عملنا دوره واحده، نزيدوا شويه فقط. ونعاود فقط نلصقوا العجين، ونعاود ندوروا الحربوش تاعنا بهذا الشكل، يعني باه يلصق العجين مع الحشو. ننزع فقط الزوائد تاع العجين. هنا الحربوش راه رقيق، يعني نعاودو نطموه شويه فقط، نردو فقط الجوانب باه الحبه تاعنا ما تكونش رقيقه بزاف هكذا. والمنطقه اللي غلقنا فيها العجين دائما نحطوها في الاسفل. وراح نعمل في الحبه حوالي 6 سنتيمتر هكذا. من بعد نعاودو نقسمو فقط العجين. بسم الله، يعني كي نقسمو بضربه واحده فقط. يعني لاحظوا الحبه تاعكم كيفاش تكون. راح نبدا على بركه الله في طريقه التشكيل. في الاول بواسطه هذه المنطقه راح نبدا نهبط في العجين على الجوانب، لكن نهبطوه شويه، يعني ماشي بزاف، نضغط بكميه قليله فقط هكذا. نزيد ايضا في الجهه هذه، يعني حاولوا انكم تمدوا لهم نفس الشكل. نعاودوا نسووهم فقط شويه، يعني ما نخلوش الحشو يخرج. الان راح نحكم النقاش تاعنا، يعني لاحظوا النوعيه تاع النقاش اللي لازم تكون عندكم. ودائما كي نجيو نخدموا بالنقاش نحاولوا نهبطوا لاقصى منطقه باه نقدروا نتحكموا في الكميه تاع العجين اللي راح نقرصوها. راح نبدا بسم الله في الاول، راح نقسمها في الوسط هكذا، يعني رفدوا كميه خفيفه فقط على العجين، ما تكثروش بزاف. زيد ايضا المنطقه الاخرى هكذا حتى نوصلوا للوسط. ودائما كي نكون نخدم نستعين بالفرينه. الان راح نقسم هذا الجزء على اثنين وهذا الجزء على اثنين، يعني نحكم المنتصف ونقرص هكذا. زيد ايضا في الناحيه الثانيه. الان راح نحكم كل جزء وراح نقسموه على اربعه، يعني راح نعمل اربع خطوط. لاحظوا نبدا في هذه الجهه، يعني من الاسفل ونطلع. وحاولوا انكم يعني ما تفدوش كميه كبيره بزاف من العجين. هذا الخط الثاني، هذا الخط الثالث، وهذا الاخر، يعني الخط الرابع. بعد اللي نكملوهم راح نعاودو نقرصوهم للمره الثانيه، يعني باه نوقفوا الخدمه تاعنا وكي نطيبوا الحلوه تاعنا تبقى محافظه على نفس الشكل. بنفس الطريقه ايضا نزيد الناحيه الثانيه، يعني نعمل اربع خطوط، هذا الاول، هذا الثاني، هذا الثالث. يعني لاحظوا كي يكون الاصابع تاعكم في الاسفل راح تتحكموا في الكميه تاع العجين. نعاود نقرصهم للمره الثانيه ونزيدوا ايضا المنطقه الثانيه، يعني كل جهه راح نقسموها الى اربع خطوط، هذا ثلاثه وهذا اخر واحد هكذا. بقات هذه المنطقه الاخيره راح نزيدوا ايضا نقسموها الى اربعه، وهذا اخر واحد هكذا. في الاخر فقط راح نلصقوها بالحبه تاع اللوز اللي كنا عملناها في بياض البيض، لكن لما تحطوا الحبه تاع اللوز عليه ما تضغطوش عليها بزاف، شويه فقط. يعني شوفوا ما شاء الله الشكل تاعها كيفاه يكون. راح نكمل نحضر كامل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه. هنا بعد ما كملنا حضرنا الحلوه تاعنا لازم نخلوها ترتاح حوالي ساعتين او ثلاثه، ومن المستحسن اللي عنده الوقت يخليها تبات ليله كامله، يعني باه تبقى محافظه على نفس النقوشات ونفس الشكل اللي كنا استعملناه. بعد اللي نخلوها ترتاح راح ندخلوها للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجه حراره 180 درجه
لازم الفرن يكون مسخن مسبقا على الأقل ما بين 15 إلى 20 دقيقة. بعد ما ندخلوا الحلوى للفرن راح تديكم الوقت ما بين 25 إلى 30 دقيقة، يعني لازم تخلوها تأخذ لون ذهبي خفيف قبل ما تخرجوها من الفرن. هنا بعد ما نخرج الحلوى تاعنا وهي سخونة راح نبدأ نعسل فيها مباشرة، والعسل تاعنا لازم يكون ثقيل ويكون بارد. هنا رانا كملنا حضرنا الوصفة تاع النهار، يمشوفوا ما شاء الله النتيجة النهائية اللي حين تحصلوا عليها، يعني الحلوى تاعكم الشكل تاعها راح يخرج ما شاء الله. وبات تحصلوا على نفس الشكل لازم لما تخدموا الحلوى تاعكم تخلوها ترتاح على الاقل 3 ساعات، يعني باه ينشف العجين مليح ونبقى محافظين على نفس النقوش اللي كنا استعملناهم في الاول. وملاحظة اخيرة فقط نضيفها لكم بالنسبة للحشو، يعني لاحظوا النتيجة اللي حين تحصلوا عليها، لانه الحشو تاعنا كان متماسك، ما لازمش تستعملوا الحشو طري، لازم الحشو يكون متماسك باه تحصلوا على نفس النتيجة وما يخرج لكمش الحشو على برا. واخر نقطة ايضا بالنسبة للكمية تاع اللوز اللي استعملناها 300 غرام راح تمد لكم حوالي 14 حبة، يعني اذا استعملتوا 1 كيلو غرام من اللوز راح يمد لكم ما بين 45 الى 48 حبة. يعني لاحظوا معنا الشكل تاعها كيف يكون عن قرب، ما شاء الله الحلوة تاعكم يعني راح تكون طرية وتذوب في الفم. نتمنى ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها. والى الملتقى في وصفة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.